السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى ان شاء الله بإذن الله احنا دلوقتي موردين بضاعة ان شاء الله بإذن الله عشان نشغل الشلال بإذن الله هنا في مدينتنا. طبعا جبنا الترومبا الجراند فوس الثلاثة حصان، جبنا القطع الكومر الأصلية، جبنا المحبس الأصلي الكومر ان شاء الله بإذن الله، ده محابس كومر أصلية ان شاء الله بإذن الله. جبنا برضو الغيرة الأمريكي المعتمد المطهر نفس الموضوع ان شاء الله بإذن الله نقدر نوفر لك أحدث الخامات وافضلها، وبنسلمك على الفاتوره زي كده. طبعا لو قربت كده حضرتك عندي طبعا شركه البيت الحديث، دي الشركه الخاصه بينا ان شاء الله، دي الاصناف اللي احنا جبناها. بنبدا حضرتك بقى نسلم العميل في الموقع على البنود، كل بند جه بنراجعه له، والاسعار بعد ما بنخلص بتطلع معاك الفاتوره. فده الطبيعي متعرف عليه معانا ان شاء الله زي محمد صلاح ابو علي. ان شاء الله كل ما اجي واحصرف على السباكه الحديثه دلوقتي بقت خامات ان شاء الله مصنعيات معانا ان شاء الله باذن الله. الخامات في اداره ثانيه مختصه بيها المبيعات، واحنا ان شاء الله في التركيبات معاكم، وان شاء الله تابعونا في تركيب الشلال هنشوف احدث واحسن وافضل شلال هيركب باذن الله مع بعض. السلام عليكم.